اي حليم، انت كمان. انا نازله انا وماما واخواتي الاثنين رايحين المول الفتح جديد ده في الطريق الصحراوي، هنشتري شويه حاجات. ايه ده؟ ايه ده؟ ان شاء الله انا اشتري قميص نوم؟ انت اتجننت؟ ده انا هيبقى معايا الكبيره. عايز اشتري قميص نوم وانا معايا الكبيره يا مجنون؟ لا يا حليم، ولا لا، ده انت رصعت على ايه؟ انا مش عارفه اركز. اقفل يا حليم، اقفل، سيبني سيبني، عايزه البس. سلام. يا نهار اسود، انا اشتري قميص نوم؟ اشتري لونه ايه ده؟ بقول لكم ايه، عايزين تشغلوا المكنه اللي في رجليكم، وعايزين المول ده نمسحه مسح، ما تمدوا عيال. يلا انطلقوا، انتشروا، شوفوا هتشتروا ايه. اشتروا ايه ده يا مخفية ده؟ قومي يا اختي شوية، انتشروا، انطلقوا، شوفوا اللي انتوا عاوزينه، نقيه وانا ابقى كويسة، بس استعجلوا لي المسكافيه. حاضر يا ماما. خدي يا بنت التوية مخفية. ايه يا ماما في ايه؟ ايه، كل واحدة تاخد فردة الدولاب بتاعها وتمشي بيها. يلا حلو، خدي يا ماما. هاتي يا اختي. يلا يا ماما. لا، عامله لك مفاجاه. لا طبعا مش هقول لك لما اشوفك. يلا بقى عشان ما تعطلنيش. باي. امينه انا هدخل هنا شويه عشان اشوف ايه. ماشي. لا لا هتتفضل معايا. سلام. طب بقول لك ايه، انا هخلع انا. ماشي.
تحب حضرتك تشيل بقيه الطلبات ديت لما الناس اللي مع حضرتي يشرفونا ويباكلوها؟ ناس مين؟ شو حضرتك تطلب الطلبات دي لاصحابك اللي معاكي؟ روح انت وهما من يبقوا ياكلوا. ماشي؟ حلو ده، يا رب يعجبه. بس انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هسيب على التيكت بتاع السعر وابقى اقول للبنت الواقفه على الكاشير اني شايله القميص في شنطتي علشان مكسوفه. صح كده؟ بسبوسه. ايوه يلا بقى. حاضر يا امين اهو. بتعملي ايه كل ده؟ يعني هكون بعمل ايه يا امين؟ بقيس يا امين، بقيس. هكون بعمل ايه؟ اطلع انا يعني اشتري الحاجات عمياني يعني من غير ما اقيس؟ طب يلا خلاصي. ماشي يا ستي هخلص اهو. بخلص اخش اقيس انا كمان. اتأخرت عليا سنين يا صافية. ربنا يقدرني ويسعدك قد كل الخير اللي انا شفته من ساعة ما عرفتك. ربنا يخليك ويبارك فيكي، واقدر انا كمان اسعدك وهنيك واعيشك احلى سنين عمرك. الهي ما انحرم منك، قول امين. امين يا رب. قولي لي بقى يا ستي، انت واخداني ورايحه على فين؟ لا وهي تبقى مفاجأة كده، انت تطلع بالعربية وانا هقول لك تمشي ازاي. يلا. حاضر. نسا ايه دي؟ شيرين حاجه من محلي مش محاسبين عليها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ قطع لسانك، انت عارف انت بتكلم مين؟ كفايه على الموضوع. الو. ايوه يا ماما الحقينا، احنا رايحين على الاسم. ايه ليه؟ ايه اللي حصل؟ اتهمونا انا وابتسام ان احنا سرقنا حاجات من المحل. ايه بتقولي ايه؟ طب والدواليب اللي معاكوا دي ما عرفوش يتصرفوا ولا يكلمونا ويعملوا حاجه؟ طيب انا جاي خلاص. ايوه يا كريمه، انت معاهم فود بوكس ولا ايه؟ ايوه ماما. انا الاسعاف شايلين. ايه يا ماما؟ يا ماما كنت مغمى عليا وعندي تسمم مش قادر. ماما الحقيني يا ماما، بطني بتتقطع يا ماما. ماما ماما الو. ايوه يا حنف الحقني، بناتك الاتنين في البوكس.